أهلا بكم. رح نبدأ هذا اليوم بعبارة لا تيأسي. فأكثر النساء تقبلوا هذه الفكرة. الدعم المعنوي أهم من الدعم المادي أحيانا. صراحة أي وحدة عندها طموح وعندها قوة إرادة ممكن تدخل المجال. تشعرين اليوم الزواج يكون معرقل؟ لا، المرأة الناجحة ما يعرقلها لا زواج ولا أي شيء. أنتم مندوبات تسويق؟ أنا مديرة تسويق شبكي. كنت مرددة بداية بس بعدين من قريت بالنت وقريت إنه أكو نساء بالخليج فدخلت لي يعني بقوة، بديت من البداية. من شركات التسويق الشبكي في العراق كانت مستحدثة، وأي شيء مستحدث يحارب. ما أريد أقول مندوبة، حولتي أو انتقلتي إلى مديرة تسويق. يعني حديثة بهذا المجال لكن الحمد لله تخطيت العتبتين الأولى والآن صرت مشرف. تالي جازفتي سواء اليوم إنه نجحتي أو لم تنجحي. إذا فشلت على الأقل إني حاولت. أنا خوفتي من الفشل؟ اصنعي من الفشل طريقة للنجاح. شوف قصص النجاح، وأكيد اليوم كل وحدة بينا عندها قصة للنجاح.